كنظن بان هاد المطالب المدنيه اللي طلبنا واللي خاصه تحكم بها ماشي هي هذه، لان هاد الشيء راه جريمه قتل بشعه، وما يمكنش واحد يتصور بنته شدوها وداوها ليه وقتلها، هادشي كيعترف هو وتا البنت تا الزوجه ديال الاخ ديالو ديال الزوجه ديال الاخ ديالو حتى هي راه اقرت. اذا 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 حتى هي دايره 20 سنه نافذه. وهذه 100 مليون انا نعطيها ليهم ويردوا لي بنتي، انا نقدر نسلفها ولا نقدر نبيع البلاد اللي في اللي ونبيعها ونعطيهم هذه 100 مليون ويردوا لي انا بنتي كي كاب بحال كواك ونعطيهم، وانا نمشي نطلب ونعطيهم 100 مليون. 100 مليون انا ناخذ 100 مليون في بنتي بانه بحال بعتها. ثاني اللي كيقول لي نعطيه 100 مليون، 100 مليون هو وكان يباتها في الخلاق، منين جات هو 100 مليون وكان يباتها في الخلا، مجرم اصيلي حقيقي، مجرم حقيقي هو بالجريمات، هو اختصاصي بالجريمات من بكري من قديم الزمان، هو اختصاصي بالجريمات ودنيا مشاركه معاه. وعبد الرحيم اللي خطب السيده خاصو يحضر قانونيا. داك يبان لينا حنا عاده يبان لينا كل شيء، ديك الساعه يبان لينا راس خيط بانه هاد العيالات دايرات ولا ما داير، حنا ما نقدروش نديو تقليد شي واحد باش هذا داير ولا ما داير، ولكن هذاك السيد راه غادي يقول لينا شنو اللي كاين. عيط عليها خوها قال لي فين كتكوني انت، قالت لي انا في المحطه ديال ولاد زيان قدام البنك كنتيريو في الفلوس. والغابير الظاهر مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت ناولت فيديو يوم أمس مختصر في الأحكام اللي صدرت في حق المعتقلين في الملف اللي تشهر بسفاحي الفرح. المعتقل الأول اللي هو عبد المجيد الكتاني، العقوبة ديالو اللي صدرت في حقه والإعدام. الطرف الثاني اللي هي دنيا زوجة الأخ ديالو اللي توفى 20 سنة سجن نافذة. هاد الدنيا عندها الأم ديالها تاهي معتقلة وخالتها راتبة وأمينة، المحكمة أعطتهم البراءة. الآن معايا الأب ديال حنان اللي هي الاسم الكامل ديالها حنان كامل، وكذلك معايا الأستاذة المحامية زين بخيار اللي هي الدفاع ديال المرحومة حنان. غادي نشوفوا حيتيات القضية وكذلك كيفاش كتشوف هي تعليل ديال الحكم. استاذه، صدر الحكم في المعتقلين الاربعه في الملف، كيفاش شفتي هذا الحكم؟ بالنسبه دابا كنشكر اول من هذا المنبر السيد القاضي، مشكورا في هذا المنبر لانه اصاب فيما يخص الحكم على المتهم الرئيسي اللي هو عبد المجيد الكتاني بالاعدام. هذا اللي قلنا قبل ما يدوز الملف عرفنا الاعدام في حقه خاصو يتخان. اما بالنسبه للاحكام ديال الزوجه ديال الاخ ديالو وامها وخالتها بان لي شويه ديال، لان كانوا خاصهم حتى هما ياخذوا عقوبه صارمه، لان انا من هاد بنيت هاد الشيء هاد المعطيات لدرجه انني استنفت ميف في جميع مقتضياته، يعني في الشق الدعوه العموميه في شق الدعوه المدنيه، لان حتى المبالغ الماليه اللي خرجوا اللي هي مليون ديال السنتيم ديال الدرهم فيما يخص المتهم الرئيسي والزوجه ديال الاخ ديالو اللي هي حكموا بمليون سنتيم، كنظن بان هاد المطالب المدنيه اللي طلبنا واللي خاصه تحكم بها ماشي هي هذه، لان هادشي راه جريمه قتل بشعه، وما يمكنش واحد يتصور بنته شدوها وداوها ليه وقتلها، هادشي كيعترف هو وتا البنت تا الزوجه ديال الاخ ديالو ديال الزوجه ديال الاخ ديالو حتى هي راه اقرت. اذا 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 حتى هي دايره 20 سنه نافذه، ولكن هي اللي جبدت خالتها امها، ولكن كانت شي جابت خالتها امها، ولكن كانت شي حاجه خاصها تدقق، لان بان لي التحقيق ما داش من الاول هو هذاك، لان كنا كنطالبوا سواء امام قاضي التحقيق كنت نطالب بحضور الابن ديال الاخت ديال ولد خالتها
ديال المتهمة اللي خدت 20 سنة، اللي هي قالت كتقول بأنه على أساس العلاقة اللي بين المرحومة حنان وولد خالتها، لأنك يقولك صدام كارتها ولو الحمل نتج ذلك، هما ما تقبلوهاش وهي داكشي علاش تآمروا على القتل ديالها. وبالنسبة وكتقول محضر آخر بأنه هو العاشق ديالها، وسمعت واحد المكالمة نسائية في الهاتف بضربات في التليفون على أساس أنه معاه شي العاشقة ديالو، وجات هي بالمصيرة هي من دارهم، جابتو السلاح جابته من الدار، وهي اللي بادرت في الضربة، هادشي باعترافه هو وهي اعترفت. هادي دنيا اللي هي زوجة الأخ، دنيا اللي هي زوجة أخ عبد المجيد، يعني أن هناك تواطؤ، لأننا ما كانش ما عيطوش على هذاك المعني بالأمر اللي هو كتقول قتلوا على قبله، وما عيطوش على السيد اللي كنا كنلحوا على السيد قاضي التحقيق ولا قاضي الموضوع ضرورة الحضور ديالو، لأنه هو اللي خطبها وداها باش نشوفوا واش استدرج حتى هو متهم ولا حتى هو مقتول. لأنه مع ذلك المحكمة لا قاضي التحقيق سامع اليوم قال لي بأن هذاك الولد اللي ولد خالتها بزز بجا بزز باش جات تتعهد لينا الزميل ديالي المحترم باش يجيبوه، جابوا فعلا، ولكن بان عليا واحد التوتر لدرجه اني قلت الاستاذ القاضي التحقيق مشكور ذاك الوقت، قلت ليه كيفاش هذا ما درتي معاه والو؟ قال كاش غادي يكون كاع غادي يكون نتابعوا بالفساد؟ اياه تابعوا بالفساد، لان كان الفساد خاص تتابعوا باش نعرفوا الخيط ديال الملف، لانه هو نعرفوا شنو هو الاساس ديال الجريمه، ولا كان هو الاساس ديال الجريمه يبان لنا الخط غنعرفوا، لان غيعترفوا كلهم، لانه واخا ما اعترفوش راه اعتراف ضمني، لان البنت ديالها البنت مرت الاخ ديال الثاني هي اللي قالت لهم راه معايا الام ديالي وخالتي، هي اللي صرحت في هذا الشيء على اساس جابهم، وراه بقاو دابا من 2020 19 حتى هما في التحقيق، هما في التحقيق، يعني عدد تحكم الميت، يعني ان خاصو يكون ضروري. كنت طلبت من السيد قاضي الموضوع حتى هو مشكور في من هذا المنبر، طلبت منه يستدعي هاد الاطراف باش نعرفوا الواقع كي دايره، باش نشوفوا شكون اللي متهم وشكون اللي داير، ونعرفوا ذاك اللي جا خطب سميتو لا ذاك عبد الرحيم اللي جا خطبها وعلى اساسها مشى معاه باش يجيب الوراق في الطريق، ولا زياد غادي طلعوا المحطة نقاطع الهاتف النقال ديالو دايرها إلى يومنا هذا. إذن هذا كان مهم، هذاك السيد كان خاصو يجي، لأن خاص توضح الصورة الحقيقية، لأن خاص لما جاوش هاد الجوج راه ما يمكنش نحسبوا في الموضوع. يعني تقريبا اللي كنشوفوا أنه البراءة ديال راتبة وأمينة اللي هما فيهم هما وحدة فيهم الأم والأخرى الخالة ديال دنيا اللي هي زوجة الأخ اللي مات ديال عبد المجيد الكتاني، وهاد الجوجات خداو البراءة. تعليل في نظرك أنت هاد البراءة أنه برأتهم هي، قالت لهم أن أمي وخالتي ما كانوش معانا، ولا كيفاش كتشوفي الأمور؟ بالنسبة لي أنا كنشكر الهيئة القضائية، لأن اقتنعت على حسب الاقتناع ديالها هي في الجلسة، هي راه عطات البراءة نظرا على الاقتناعات ديالها الخاصة، لأن ما قدروش ندخلوا في قضاء اللي عندنا الحق نديروه هي السيناء. انا استنفذت جميع مقتضياتي، يعني في الدعوه العموميه وفي الدعوه المدنيه، لانني انا كنت نتاكد على حضور هاد الجوج، الا ما حضروش هاد الجوج ما يمكنش نعرفوا هذوك اللي خدوا البراءه اش دايرين ولا ما دايرينش. ولكن القاضي مشكور اقتنع بان البنت راه متورطه، ولكن الا كانت متورطه ديك البنت 20 سنه غير كافيه في حقها، وحتى المطالب المدنيه اللي طلبناها حنا واللي حكمت المحكمه بها راه عطاو بحال درهم رمزي. اليوم استاذه ملي طلعت يعني الملف النيابه العامه هي استنفت على الملف؟ معلومه استنفت، ضروري النيابه العامه غتستنفت على البراءه، ضروري النيابه العامه، لان هي اللي حركت الدعوه، ديما كتستنف البراءه، ما يمكنش. وانا استنفت الشق المتعلق بسميتو بالدعوه المدنيه، لان بان لي قليل هزيل قدام هذيك الجريمه الكبيره. المدنيه جات فيها 100 مليون 100 مليون شي 100 مليون في التضامن فيما بينهم، كيفاش هي كانت معيله الوحيده لوالديها
وقسمتوها بهذيك الطريقه البشعه ودنتوها تحت الارض وخرجتوها وديتوها ثاني حرقتوها. كيفاش بغيت والدي هذاك الابره؟ كيفاش بغيت الابره من هذا المشكل اللي باقي مدمرين به؟ ما يمكنش فهمني بان ان شاء الله مازالت الاطوار ديال المحاكمه باقي عندك الاستئناف. باقي عندنا مرحله ديال الاستئنافيه اللي خاصنا نطرحوا فيها نفس الاطراف خاصهم يحضروا باش توضح الصوره باش ترجع المياه النصابيه. وهذيك ال 100 مليون ديال الدرهم اللي حكموا بها هزيله. انا على الشخصيه ديالك استاذ انت كمحاميه في هذا الحكم يعني ديال 20 سنة الدنيا والبراءة بناء على المعطيات اللي عارفة انت التتبع ديالك الملف في المحاضر ديال الضابطة القضائية في الأول كذلك الاستماع ديال السيد قاضي التحقيق يعني في استنطاق التفصيلي الأطوار الجلسة من بعد بشكل مختصر كيفاش كتشوفي الحكم ديال البراءة الأطراف بجوج وال 20 سنة الدنيا؟ لا أنا تصدمت من سمعت الأحكام لأن 20 سنة بالنسبة للدنيا هي فاعلة رئيسية ومعترفة بكل شيء لأن القاضي عنده القناعة بأن دارت 20 عام يعني أنها دايرة ولكن دايرة خاصها نفس العقوبة معها نفس العقوبة اللي خذ المتهم الرئيسي. وبالنسبة للآخرين كان خاص ضروري باش تبان الصورة للهيئة المحترمة يستدعوا جوج أطراف هما اللي ما كانش يمكن ياخذوا البراءة لأن في الجلسة تالت انتباه ديالي واحد الفترة قالت لهم الام ديال مرت الاخ ديالو كتقول للسيد الرئيس شكور كتقول لي كيفاش تخرجوها يلا دفونا عندها 6 شهور يلا 6 شهور باش تدفيها الناس باش خرجوها اللي كانوا دافينها في الدار كانوا دافينها في الدار قالت لي في الاستنطاق ماشي راه 6 شهور حيت خرجناها قد هكا اذا درتي تشفتيها. هذه نقطة أساسية اللي كان ركزت عليها وقلت السيد قاضي الموضوع مشكورا سجل لي هذه الملاحظه كيفاش تعرفت هي معك هي شافت في الواقع كانت محروقه شافوا عا واحد الجثه انت تبين لك بانه هي على اطلاع لحيثيات القضيه وكاين نسبه نوع من المشاركه في الجرم كاين نوع من المشاركه ضروري كتشوفيها انت بناء على الوثائق كنشوفها بناء على الوثائق والتصريح ديالها في الجلسه لان هذه الاسئله وكان خاصهم ضروري يستدعوا ذوك جوج اطراف وانا كنلح اليوم ان شاء الله في المحكمه الاستئنافيه خاصنا نرجعوا المياه النصابيه ضروري حضور جميع الاطراف باش ما نظلموا حتى شي واحد ما نظلموا اهل ديال الضحيه حنان ولا ذوك المتهمين. استاذه شكرا لك الله يوفقك باقى الاطوار ديال طبيعه الحال ديال التقاضي باقي عندك باقي عندك جلسات الله يوفقك. غادي نشوف بشكل مختصر الاب ديال حنان انت شفتي الحكم كيفاش شفتي الامور؟ دابا انا كنقتنع بالحكم ديال مجيد الكتاني كنقتنع به كيعجبني هذا الحكم ديال مجيد الكتاني عاجبني ولكن دونيا ما عاجبنيش الحكم ديالها والام ديال دونيا ما عاجبنيش الحكم ديالها وخالد دونيا ما عاجبنيش الحكم ديالها. واش هما كيصرحوا بانه حاضرين مشاركه في الجريمه وكيعطيهم هما براءه فين كاينه هذه؟ انا ما عمرني سمعتها في شي محكمه باي وجه كان. خاصهم دون الناس خاصهم ياخذوا قانوني حكم قانوني وانا ما نتازلش على هذا الشيء. وهذه 100 مليون انا نعطيها لهم ويردوا لي بنتي انا نقدر نتسلفها ولا نقدر نبيع البلاد اللي في اللي ونبيعها ونعطيهم وهذه ال 100 مليون وردوا لي انا بنتي كي كاع بحال كواك ونعطيهم انا نمشي نطلب ونعطيهم 100 مليون 100 مليون انا ناخذ 100 مليون في بنتي بانه بحال بعتها انا نبعتها ليهم هما باش يداك هو مجيد الكتاني اللي كيقول لي نعطيه 100 مليون 100 مليون هو كان يباتها في الخلا منين جات هو 100 مليون وكان يباتها في الخلا مجرم اصيلي حقيقي مجرم حقيقي هو بالجريمات هو اختصاصي بالجريمات من بكري من قديم الزمان هو اختصاصي بالجريمات ودنيا مشاركه معاه وعبد الرحيم اللي خطب السيده خاصو يحضر قانونيا باش نعرفوا بانه باش ذاك يبان لينا حنا عاده يبان لينا كل شيء هذيك الساعه يبان لينا راس الخيط بانه هاد العيالات دايرات ولا ما داير حنا ما نقدروش نديو تقليد شي واحد باش هذا داير ولا ما داير ولكن هذاك السيد راه غادي يقول لينا شنو اللي كاين. الدريه فاش عيطنا حنا عيط عليها خوها قال لي فين كتكوني انت؟ قالت لي انا في المحطه ديال ولاد زيان قدام البنك كنتيريو في الفلوس والغابير الظاهر هو المجرم اشنو كيقول؟
كيقول يا ودي انا نعطيكم الرقم ديال لاكارت شحال وكذا 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 ودنيا حتى هي كتقول هاد المبلغ كتقول هاد الهضره بانه لاكارت داك ولاكارت ديالها فين مشاو والمسائل ديالها كاملين فين مشاو خاصني كلهم يجبدوا لي باش نعرف انا اشنو اللي كاين تانا باش انا تانا نقتنع واني هاد الناس رانا ما مقتنعش عليهم بهذا الحكم وهو السيد القاضي راه القانون دارو ماشي زعما انا نقول لك ماشي ما دارش القانون وماشي هذا القانون من المملكه المغربيه وحنا دابا خاصنا السيد ذاك خاصو ينتظر لينا لهذا الشيء خاصنا وزير العدل ينتظر لهذ المشاكل هذه راه مشاكل خايبه واش هاد الدريه تحرق وتقتلوا ويذبحوها ويحرقوها وكيف شنو هذا كي نبقاو حنا كي بقينا حنا كي جيناكم حنا كي بقينا حنا راه حنا ما بقيناش بشر انا لا ختها الصغيره ولا خوت دابا راهم ولاو عندهم واحد المشاكل ولا عندهم واحد المرض نفساني اللي دوي مع السيد كيقول لك انا نقتل انا ندير انا نفعل بحال ولا طالع بنادم الدم وحنا ما تليناش الخدمه وما تلاش تقود لينا كنكونوا غادي خدامين وكان واحد الوقت كنا نمرض انا في راسي وكنرجع في حالاتي ما تليش نبغي نخدم علاش؟ ان حاله خايبه الا حاله خطيره ما كتبغيش لشي واحد ما تبغيش البنت شي واحد ما تبغيش الولد شي واحد حاجه عيب حرام هذا الشيء ما خصوش يمكن والمحكمه خاصها تعطي القوانين الملتزمه اللي كتكون قوانين اللي تكون القوانين هي اللي تكون لكن القوانين نقتنعوا احنا ماشي ما نقتنعوش احنا ماشي قلنا لهم كذا شي حاجه ولا شي احنا لا داروا معنا قوانين ومشات القوانين هذاك الفلوس احنا ما عندناش ما عندنا ما نديروا بالفلوس احنا عايشين الله يفرج عليك يا ربي هادشي اللي كنقول لك انت اب عندي ما نناقش معاك مشاهدينا الكرام والساده شكرا لك الله يوفقك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو الحكم بطبيعه الحال الابتدائي الاستئنافي الاول اللي صدر في حقهم اللي هو الاعدام الطرف الاول والطرف الثاني اللي معاه اللي هي دنيا 20 سنه فيما يخص الاطراف الجوج اللي هما جوج خوت فيهم الام ديال دنيا والخاله البراءه ولكن لا زالت الاطوار ديال الجلسات بطبيعه الحال واطوار ديال التقاضي باقي الاستئناف والقرار في الاخير بيد القضاء مشاهدينا الكرام نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضيه بطبيعه الحال مشاهدينا الكرام الاب يتكلم باحساس الله يسمح لنا من الوالدين وزاويه القانونيه استاذه بطبيعه الحال اللي اثنان لا يلتقيان العاطفه والتنظيم تتكلم في اطار تنظيم محض قانوني وتطالب بالامور اللي كيخولها للقانون اللي بطبيعه الحال الطرف فيها امام القضاء من اجل حكم منصف مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.